ما أعظمك يا شعب العراقي، ما أكرمك يا شعب العراقي. شنو هاي الأمهات أنجبن من أبطال، من شباب، من مجاهدين، من كرماء، من شرفاء. الله يا شباب العراق، شكرا لكم على هذه مواقفكم. يتصلون بي من الناصرية، سووا منشور بالفيسبوك يقول اخوان هاي العائلة بأمس الحاجة إلى المواد، يدخلوا لي بالخمسين واحد بالمئة، لا بالمئات. يقولوا له ملا بس هذا البيت وين؟ بس اريد من العنوان. احنا بخدمة، شو يريدون؟ جاهزين. الله الله، هذه المواقف الطيبة النبيلة الشريفة. اخوان الانسان موقف، الانسان يجب ان يضع هذه المواقف باحرف الذهب. الامام الحسن عليه السلام يطرق عليه الباب سائل، الامام ما يطرق عليه، يقول له اكتب حاجتك وروح. هاي خلق الانبياء، هاي خلق الائمه عليهم السلام. جزا الله خير المحافظات، والله ابلوا بلا حسن رسول الله عطاء. شوف مدينة الصدر ايش قاعد يسوون من مواقف يعجز. وين التاريخ؟ وين الكتاب؟ وين الشعراء؟ وين الرواديد؟ يشوفون مدينة الصدر مسوين ترتيب يخبل، الناس ما تطلع، ما تطلع الناس تسوق. يتصلون على المختار او خادم فصيل، الأكل خلال ثواني يصلهم إلى البيت. الله، شنو هاي؟ شنو هاي الشباب العدل؟ شنو هاي الأمهات إجابا من الرجال؟ رحم الله تلك النطف الطاهرة، رحم الله جعفر الصادق، أو لكي يقولوا رحم الله جعفر هكذا أدب شيعته، هكذا أدب شيعته. شيعتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. هم شيعة أمير المؤمنين، فطروا أروع المواقف، فطروا أروع المواقف. ناس بأمس الحاجة إلى الطعام وإلى الأموال، ما خلوهم بحاجة، ما خلوهم يتخذون غير طريق. لا، هاي هي المواقف، هاي هي الشجاعة. الله العظيم، مواقف يعجز اللسان، يحتار، يصفن. شنو هاي؟ شنو من ناس هذول؟ شنو من بشر؟ والله اليوم تيقنت، اليوم هذه اللحظات تيقنت بأن شيعة أمير المؤمنين عليه السلام في الجنة، والثلة التي ذكرهم القرآن، الثلة القليلة، هم شيعة علي عليه السلام، ومن اتبع علي عليه السلام، ومن أحب علي عليه السلام، ومن أحب علي عليه السلام. اليوم على هذه المواقف أخوان الإنسان، أداء الجردة من إنسانيته والجردة من المواقف ومن أخلاقه، هذا مو إنسان. الإنسان مشاعر، الإنسان أخلاق، الإنسان تواضع، الإنسان أخلاق. يا أخوان، أمير المؤمنين عليه السلام حينما رأى هذا الأنصاري، يعني باللغة الدارجة يجدي، شاف قالوا هذا شنو هذا اللي يجدي في الكوفة؟ أحد الصحابة قال له يا أمير المؤمنين أولا ترى الصليب على صدره؟ هذا مسيح قاعد يجدي. قال لهم لا، أعطوه من بيت المال، أعطوه. هذه هي دولة الإمام علي عليه السلام. يقول الناس سواسية كأسنان المشط،
الناس صنفان وان. هاي الكلمة يجب أن تدرس، الناس صنفان، أما أخ لك في الدين وأما نظير لك في الخلق. أخوك بالإنسانية، ما لنا علاقة بديانته، يهودي كافر سافل، المهم أوصل لحاجتك، أوصل لحاجتك، أقضي حاجتك. وهذا اليوم ما شفناه في مدينة الصدر وفي باقي المحافظات، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم لا جزاء ولا شكورا. ها هم شيعة أمير المؤمنين عليه السلام يتخذون هذه الآية. اليوم شفنا مواقف يعجز اللسان، مواقف اليوم ينفقون من أموالهم. والله العظيم قسما بالحسين أعرف شخص، طبعا هو ما يحب أذكر اسمه، أخواني هذا يوميته بالعشر ملايين قاعد ينفق، يومية بالعشر ملايين قاعد ينفق، والله العظيم قسما بالحسين. شنو من مواقف هذا؟ ها هم شيعة أمير المؤمنين، ها هم العراقيون، لقد ضربوا المثل الأعلى بالعالم بالكرم وبالمواقف. يا رب بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبحق أمير المؤمنين عليه السلام وبحق فاطمة سيدة نساء العالمين وبحق سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين عليهم السلام وبحق التسعة المعصومين وبحق صاحب الأمر الإمام الحجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لمقدمه الفداء، أن تعجل في فرج مولانا صاحب العصر الجنة، وأن ينقذنا من هذا الوضع، وأن يخلصنا من هذا الوضع بنفحة، بدعاء، بنظرة. يا سيدي يا صاحب الزمان عجل الله تعالى، يا مولاي إنا نشكو إليك همنا وغمنا، ونشكو إليك قلوبنا الأمارة، ونشكو إليك قلة عددنا، ونشكو إليك فقد نبينا وغيبته ولينا وكثرة عدونا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. يا مولاي الزمان، نظرة إلى هذا الشعب المظلوم، إلى هذا الشعب المسكين، إلى هذا الشعب لا حول ولا قوة، ما يملك سوى حب أهل البيت عليهم السلام وحب العلماء. هذا الشعب يا سيدي ويا مولاي يحب العمل الصالح، يحب الخير. صح النفس أمارة بالسوء، صح هناك بعض المعاصي، صح هناك أناس لا يبالون في الذنوب الصغيرة، ولكن أنت يا مولاي قلبك يسع، وأنت قلبك غفور رحيم. يا سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان، إننا مشتاقون إليك، مشتاقون إلى رؤياك، مشتاقون إلى نور وجهك، مشتاقون إليك وأنت تأم الملأ في مسجد الكوفة وخلفك من المؤمنين والقيادات الربانية المتمثلة بالعلماء الصالحين والمجاهدين والأبطال وأصحاب المواقف الطيبة الذين أنقذوا فقراء العراق وأنقذوا شيعة العراق وأنقذوا محبي العراق. يا سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان، هذه الأيام نحن نمر بأتعس الظروف، ولا ناصر ولا معين سوى أهل البيت عليهم السلام وسواك أنت يا سيدي ويا مولاي. أسألك بحق محمد وآل محمد فرج عنك. أنا ما أحب أشكركم
أنا فد أكو شيء بداخلي أريد أعبره لكم بس ما أقدر أفرزن الكلام وأقول لكم بيه. طبعاً هاي إلى أصحاب المواقف، وأخص بالذكر، وأخص بالذكر آل الصدر، سماحة السيد القائد قائد الصدر، ومحبيه ومطيعيه ومجاهديه. الشهيد الصدر يقول: هناك رجال خلقوا من أجلي، ولكن يا سيدي يا محمد الصدر، هناك رجال خلقوا من أجل مقتدى الصدر. مقتدى الصدر لا يعرفه إلا الله والراسخين. نرى بعض الهجماء والتجاوز من قبل البيجات والممولين والعلمانيين والشيوعيين الذين لا يؤمنون بوجود الله وبوجود الأنبياء وبوجود أهل البيت عليهم السلام. هذا مشروعهم يجب أن يدمر تدميرا، يدمر عن فكرته. نحن أناس نحترم الوطنيين، نحترم الذين يقولون ربنا الله، نحترم الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. نحن ناس نحترم الذين يعشقون ويذوبون في حب أهل البيت عليهم السلام، ولا نحترم الذين يبيعون وطنهم والذين لا يريدون للعراق الخير والذين أصبحوا عبيد وتبعية إلى السفارات وإلى الدول التي لا تريد للعراق الخير. يا مقتدى الصدر، يا سيدي، يا ابن الزهراء، هنيئا لك على هؤلاء الثلة الطيبة الذين إن قلت لهم قوموا يقومون، اجلسوا يجلسون، موتوا يموتون، قاتلوا يقاتلون. هذه هي الطاعة، الطاعة العمياء، طبق ولا تناقش. يا سيدي يا مقتدى الصدر، نسأل الله بحق محمد وآل محمد أن لا يغرون بأموالهم، لا يغرون بأموالهم. ورأينا الكثير الذين ادعوا حبهم لآل الصدر ولمقتدى الصدر وإلى جيش الإمام المهدي عليه السلام، ولكن من منا عرضت عليه دنيا هارون ولم يقبل بها؟ رأينا كثير من القيادات ومن الشعراء ومن الرواديد حينما رأوا الصفراء والخضراء غرتهم وراحوا الغير ناس مع شديد باعوا ضمائرهم وأصبحوا عبيدا إلى الدول. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هو يعتقد بنفسه هو مصلح بس هو أفسد الفاسدين. يذل من يشاء ويرفع من يشاء، يذل ويرفع من يشاء. خير الكلام ما قل ودل. أنا حبيت هذا أكو شيء بداخلي، حبيت أشكركم، أشكر أصحاب المواقف، أشكر الناس اللي يساعدون العالم، أشكر سرايا السلام، أشكر سماحة السيد القائد مقتدى الصدر على هذه التربية ونعمة التربية، أشكر الأخوة في مدينة الصدر الذين لهم مواقف جميلة ومرتبة. المحافظات كلهم مرتبين إن شاء الله، بس أكو ترتيب عن ترتيب يختلف، كلها مواقف جميلة ويجب أن تحفظ بسجلات. هذا تاريخ اخوان، لازم نذكر من اللي وقف في الشعب ومن اللي ما وقف في الشعب، لازم نذكر هاي المواقف، لازم نذكر. يا ربي ينصركم
وينصر الأمة الإسلامية وينصر شيعة أمير المؤمنين عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من هذه المحنة ويخلصنا من هذا الوباء، الوباء القاتل الفتاك، البلاء. هذا البلاء كيف يزال؟ بأعمالنا، بتواضعنا، بتراحم الإخوان، بمواقفنا. هذا البلاء يزول إن شاء الله، ونرجع نعيش على حب الله وحب أهل البيت عليهم السلام، وترجع زيارتنا وترجع محبتنا وترجع مجالسنا وترجع ذيك القعدات الحلوة. يا رب اللي يحب هذا الكلام، اللي شاهدنا، يترحم على والدتي ويترحم على موتاكم، واني شارك هذا المقولة البسيطة، والما يحبها واللي يتجاوز علينا نقول له جزاك الله خير ومشكور ورحمة الله عليكم. خادمكم العراقي من العادل السعادة، تحياتي.